فهميني، ما رحتي شفتيه واعطيتيه كل شيء معلومات عنه لحتى يدور عليه؟ ايه بس غيرت رأيي، وفيني افهم بشو كنتي عم تفكري لتضيعي هيك فرصة من ايدك؟ لك كنتي رح تجيني لتلاقيه وتقنعي يدور لك عليه، هلا بس لقيتي الزلمة وبكره مسافر بتجي بتقولي هيك بكل بساطة غيرت رأيي؟ لأني كل ما عم الحقه عم يهرب أكتر. نايا، أسامة مو ضايع حتى دور عليه. أسامة هاجر بإرادته، مثل ما قرر يترك هاي البلد قرر يتركني إلي كمان. بس أنا بظن إنه القصة مسألة وقت، مسألة وقت ورح يرجع لحاله. يا حبيبتي اللي بيروح ما بيرجع. لا رح يرجع. لك أنت عم تراهني على سنين حياتك عم بتضيعيها هيك وأنت ناطرتي؟ أساسا هو ما ترك شيء راهن عليه غير الانتظار. بعدين أنا ماني خايفة من شيء، لأني ماني لوحدي. مش أنت وين رحتي؟ أنا أكيد رح أكون هون عم بدعم جنانك كالعادة. أساسا بتعرفي شو؟ حتى أنا ما بقي لي حدا غيرك. وأنا كمان. طمنيني دكتورة. طمني انت حامل. حامل؟ ايه حامل، ليكو كيس الحمل مبين معي. ان شاء الله الف مبروك. هاي البيتزا شوفي اي تبع هاي البيتزا. شبكي مايا؟ يلا بلشي. نايا انا حامل. ايه شو يعني شو بدك تعملي؟ شو يعني شو رح اعمل؟ بدك تخليه؟ طبعا رح خليه بشرفك نايا، هذا سؤال بتسأليني يا إلي. معناتها انت اكيد جنيتي. لك بعد كل شي عمله فيكي لما كان هون وبعد ما سافر وحب عليكي، ولك ولا كلف خاطره وسأل عليكي، وانت قاعده هون مثل مجنونه ناطرتي. بدل ما تطلعي من هالسجن اللي انت فيه بدك تجيبي روح حتى تضميها معك. روح عنا يا فكرة نايا. هي الروح بدك يعني يقتلها؟ هي الروح اللي عطتني الامل بالحياة الجديد، هي الروح اللي رح تنسيني كل شي صار معي. توقعت منك هذا الكلام انتي بالذات. شو هالجنان هادية؟ أهلين حبيبتي. شو بكي؟ ما في شيء. أكيد متأكلة مثل العادة. على فكرة بحس إنه نايا أحيانا ما بتفهم علي بشي. الله يعينك. إيه لو خضرك كنت أكلتها، بس تذكروني أنا اللحمة ما حطبتني. ما تزعلي مني، بس والله انت فاجأتيني. على فكرة انا تفاجأت اكثر منك. امتى عرفتي؟ اليوم رحت عند الدكتورة. وليش ما قلتي لي روح معك؟ مشان تشوف الدكتورة الوشي اللي شفته من شوي. لك شو كان بدك يعني اعمل يعني؟ اجباري بدي ضوج عليكي؟ لك عم شوفك قدام عيوني بدك تخربي حياتك بايدك. شو بدك يعني زلغط لك ولا غني لك؟ لك انت مستقلة شو يعني تربي ولد لحالك؟ ما رح كون أول وحدة ولا آخر وحدة نايا شبك. في كتير رجال بيكونوا غايبين مع أنهم بيكونوا موجودين وحاضرين معنا. أنا بس بدي أفهم مين ربط سعادة المرأة بالرجل؟ لأنه حزنها مسؤول عنه رجل. أنا هذا الحكي ما بيقنعني أساساً. وقت عرفت حالي إني حامل
ما فكرت بدي أبو سامة ولا حتى فكرت فيه. بتعرفي ليش؟ لأني بعرف حالي إني ماني لوحدي، وبعرف إنه في مين شاركني هاي الفرحة. نايا أنا لهيك إجيت لعندك مشان تشاركيني فرحتي. طيب ممكن تكون بنت؟ إيه طبعاً معقول. شو رح تسميها؟ شو رح سميها؟ هلأ أنا في اسم كتير بيضرب على عصبي بس مضطرة عليه. نايا، ليش في غيره؟ لا طبعاً ما في غير اسم نايا. كبري قلبي. بس على الحالة بطلع أحلى بنت بالعالم. وأجن بنت بالعالم إذا طلعت لك. لا إذا طلعت. إذا بتحبي لا تخافي، وثقي بالحب نايا، وثقي فيه، وثقي بحالك كمان. أنتي عم تحكي عن الثقة؟ لسه عندك استعداد تثقي برجال؟ نسيتي شو عمل فيكي أسامة؟ لا ما نسيت، بس أنا عاملة هدنة مع الذاكرة. بستغرب منك، منين جايبك لهالقوية هي؟ مع إنه كل اللي حواليكي غدروا فيكي، حتى صوته خانك. خلص نايا، الحياة أحلى بكتير من إنه نعلن الحرب عليها. في كتير شغلات حلوة بتستاهل إنه نعيش كرمالها. للأسف أسامة مو واحد منها. هلأ خلصيني، تعي لنا إيش بدك تلبسي. هاد لا. إذا بس بدي أفهم أنت كيف تتصرفي دون ما تقولي لي. ليش شوفي شو عملت؟ ما عم بفهم عليكي. عم تجذبيها نايا؟ لك أنت كيف تخبري أسامة إني أنا حامل؟ طيب يعني كان لازم يعرف، هاد حقه. ها ومن حقه يقلي نزل الولد اللي ببطني وقتل هي الروح. عنجد عم تحكي؟ يا عم شو حيوان؟ أنا كل فكري إذا بقول له بحن قلبه. طب شو قلتي له؟ ما قلت له شي. أساسا ما بقى في شي نقال بيني وبينه. هو كان بده يعني يقتل مصدر قوتي، بس هو ما بيعرف إنه مصدر هي القوة رح يقتله إله. يلا مرحبا. اهلا. بيت مايا علي معي؟ ايوه. يا ريت تروحينا على التمرين. هي اكيد ورقة من الشمل بعت لي اياها. الطلاق بدل ما يبعث لك لمشمل، ليك شو طلع ند الواطي؟ يخرب بيته. ليكي مايا، ما يهمك شي، وبلا أسامة بلا بطيخ، هي أنا جنبك وأنا من هون ورايح مسؤولة عنك، ماشي؟ بتعرفي، أنتي عندي أحسن من 60,000 زلمة. طمنيني دكتورة، والله قلبي احترق. شو؟ مبروك انتي حامل ببنوتة. بنوتة؟ يا ربي دخيلك الحمد لله. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. لوين رايحة فينا الدنيا؟ يا رب تكتب لي الخير. طلعت حامل. وحامل ببنت. بنت رح تربى بلا أب. أب طلع أناني مو سائل على شي. يا رب يا رب ساعدني. اسمعي هالخبر شو حلو. لحظة قولي، ما عاد في نايا وحدة، صاروا اثنين. عم تنتهي؟ إن شاء الله ألف مبروك. تأمريني. أنا لما سمعت هذا الخبر قلبي من جوا فرح. يا الله شو انبسطت يا نايا. معك حق، ليش في أحلى من البنات بالعالم؟ ولا أحلى منهم. وين أمك؟ هلا بتجي، كان بالغرفة. طب قومي اعملي لنا الشغلة نشربها. يلا.
صار لازم انزل على السوق وجيب الدياره تبعنا يا الصغيره. معك حق، امتى ما بدك بننزل سوا. لا انا بدي انزل لحالي. بالله ان شاء الله رح تبلشي من هلا. نايا الى حصه مني ها. طيب بدي انزل ونقي لي انا الالوان، اصفر وزهري حصرا. شو بالازرق يعني؟ لازم الازرق للصبي. طبعا الازرق للصبي معروفه. بتعرفي شو نايا اكله هم انا؟ اكله هم هيك بالشهر السابع والثامن يكبر بطني كثير وصير مثل الطابه. لك احلى، ما رح روح ولا مكان. بالله احزري شو انت بس تجيبيها تخلي لي اياها، انا بلعبها وباخذها مشاوير وانت بس حفظيها. تطلع مجنونه مثلك؟ لا ما حذرتي. ايه ما في مشكله. واهم شيء السيريلاك، بدك تجيبي لي سيريلاك، بدك تحسبي حسابي من كسرت الميزانيه. طب جيبي لها انت، انا بدي اجيب لك الك والا. انا بجيب لها شوكولا، بجيب لها سوسيت، بجيب لها هيك شغلات. لا انا نايا بدي اقول لك شيء، ايهم كثير بحبك. هلا هو يمكن ما بيعرف يقول ويعبر عن هذا الشيء، بس هو من جوا مستعد يعمل اي شيء مشان يشوفك سعيده. والحب مو كلام، الحب فعل، اهتمام وحنان. لانه بعد الزواج كل الكلام بيسكت، وبتضل اللمسه الحنونه وتفكيره بوجعك قبل فرحك. لهيك اوعك اوعك تفرطي فيه، لأنه الوحدة كتير صعبة وبتأدي القتل. وحدة شو أنت الثانية؟ ليش أنا وين رحت؟ ووين حكيك عن أسامة ويقينك أنه رح يرجع؟ هي كذبة، كذبة أنا اخترعتها، اخترعتها وصدقتها مشان أقدر أعيش، مشان كمل. بس هالكذبة عم توجعني كتير، لأني بضل بفكر إنه بنتي رح تكبر بيوم من الأيام وأكيد رح تسألني عن أبوها، وأكيد أنا ما رح يكون عندي جوا. بضل بفكر إنه بنتي رح تنحرم من أبسط حق من حقوقها، حقها من إنها تعيش بعائلة طبيعية، عائلة مكونة من أب وأم. انحرف من كلمة بابا، بتوجع نايا، بتوجع من قلبي. مايا ما تستبقي الوجع، القلب الطيب رح ياخذ نصيبه من السعادة. انت فكري بشغلة واحدة بس، أنا رح أبقى جنبك، ما رح أتركك، ورح نربي هي الطفلة سوا. بعدين مثل ما حكيتي بأول حبلك، السعادة والحياة مو بس رجل. روقي